حملة أمنية موسعة للجيش والشرطة على البؤر الإرهابية بشمال سيناء، والجيش السامي الميداني يكشف مخزنا للأسلحة والذخائر برفح. القضاء الإداري يصدر اليوم حكمه في دعوى وقف حل جمعية الإخوان. المعارض أحمد طعمة يترأس أول حكومة يشكلها الائتلاف السوري لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم وإلى التفاصيل. أصيب مغند اليوم بطلق ناري في الحوض أثناء تأدية خدمته أمام قسم شرطة رمانة برصاص مجهولين، وتم نقله للعلاج بمستشفى بئر العبد. كما قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار بشكل عشوائي على مبنى إذاعة شمال سيناء بمدينة العريش من دون وقوع إصابات، وقام أفراد الأمن بالرد على المهاجمين حتى لاذوا بالفرار. في الوقت نفسه تواصل قوات الأمن تمشيط حي المساعيد بشمال سيناء، ومن ناحية أخرى قتلت مجموعة من عناصر الجيش والشرطة اثنين من العناصر التكفيرية، وقامت بإلقاء القبض على ثمانية آخرين، وذلك خلال حملة مداهمات شنتها أمس الاثنين على أبو شنار والروضة والزوارعة وأبو طويلة بجنوب الشيخ زويد. الحملة أسفرت كذلك عن تدمير ست بؤر إرهابية وخمس عشرة عشة وإحراق سيارتين وخمس دراجات نارية كان يستخدمها الإرهابيون. يأتي هذا بينما أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي عن تمكن عناصر من الجيش الثاني الميداني من اكتشاف مخزن للأسلحة والذخائر يحتوي على 10 بنادق آلية وقاذف صاروخي مضاد للطائرات طراز سام 7 وكميات من الذخائر في رفح. كما تمكنت قوة من حرس الحدود بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من اكتشاف وتدمير 8 أنفاق بمدينة رفح كانت تستخدم في عمل التهريب للأفراد والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى بيارة تخزين وقود ومنزل كان يستخدم كمخرج لأحد الأنفاق. وفي جنوب سيناء أعلن وزير السياحة هشام زعزوع أن الحكومة قررت رفع حالة الطوارئ عن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر اعتبارا من اليوم. يأتي هذا القرار بعد التقرير الذي قدمه وزير السياحة للحكومة والذي يفيد بتخفيف عدد كبير من الدول لدرجة تحذيرات السفر الصادرة عن وزارات الخارجية فيها بشأن زيارة مصر، خاصة محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، مما أدى إلى تحسن الحركة السياحية في البلاد خلال الفترة الأخيرة مع توقعات بتحسن بصورة أكبر حتى نهاية العام. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سيف العماري عضو الاتحاد العام للغرف السياحية. أستاذ سيف، كيف ترى قرار وزير السياحة برفع حالة الطوارئ عن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وتأثير هذا القرار على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة؟ لا أنا عايز أضيف برضه الأقصر وأسوان، يعني مش بس الغردقة وشرم الشيخ. ويمكن احنا الاسبوع اللي فات في خمس طيارات نزلت، اربعه من المانيا وواحده من انجلترا، الاسبوع اللي فات نزلوا على الاقصر، فان شاء الله هذا القرار شامل الاقصر واسوان، وطبعا ضم اكثر من بلد من بلاد العالم، واحنا منتظرين المزيد. وانا شايف برضو في الناس يمكن في حاجات مباشره يعني غير مباشره الناس مش واخده بالها منها، ولذلك احنا كرجال سياحه نحس بقيمة مرور ماتش الأهلي الأفريقي وماتش الزمالك بسلام، حاطين إيدنا على قلبنا لأن خايفين أي حاجة تحصل يبقى مردودها هيبقى مش كويس. وجود 25 30 ألف ماتش الأهلي وماتش دولي يعتبر بطولة أفريقيا ومفيش طوبة ترمت، ده صداه طبعا، ده مذاع انتوا عارفين على الجزيره وعلى بالتاكيد مؤشرات ايجابيه في تخفيف كبير جدا حيث نعم مؤشرات ايجابيه في تخفيض الحظر المفروض من قبل بعض الدول الغربيه، دوله الاخرى اخرها بريطانيا في التوجيهات لرعاياها بزياره هذه المدن والمحافظات الحيويه السياحيه، ولكن الى اي مدى تنظر الى قرار وقف قانون الطوارئ المرتقب وايضا رفع حاله حظر التجوال، الى اي مدى يمكن ان تستثمر ايجابا؟ انا عايز اكمل لسيادتك الحديث، انا عايز اقول لك هي مجموعه مقومات، يا
يعني هو ايه السياحة؟ امن وامان. السياحة الامن والامان هي ازاي؟ احنا مهما نسافر مهما نروح السيد الوزير بيتعب بيسافر كتير، احنا بنسافر لسه راجعين من اكبر يعتبر معرض الويل ترافل ماركت وحاسين باللي بيحس بيه الزبون اللي عايز يطلع، ده اهم حاجه. ومصر النهارده سمعتها في العالم كله محتاجه يعني كانت دعايه بسيطه جدا لو الامور مستقره، لان خلاص مصر مين هي مصر واتعرفت. فانا عايز اقول لك ان نشيل قرار الحظر ده كمان مكمل للاحداث اللي بتحصل، وده يعتبر شيء مهم جدا، لان مش ممكن انا كسائح اجي في بلد فيها حظر لغايه الساعه 7 والساعه 12 او الساعه 1، وفي كمان قانون طوارئ لا يطبق. ما اقولش في قانون طوارئ عشان اساسا ما كانش في قانون طوارئ سيادتك، يعني الا اذا كنت هطبق قوانين جديده وقانون الطوارئ يطبق بالفعل. لان انا مش معنى اني انا اقول السلمي ولا غير سلمي كل جمعه اقطع ولا كل يوم سبت ولا كل لحد النهارده محمد محمود والنهارده مش عارف عند ابو زيد الهلال والنهارده عند مين، واجي اقول ان البلد في امن وامان ومفيش دوشه مفيش الكلام ده كله. لا، السياحه امن وامان. السائح احنا كما تعودنا يمشي اول الحمد لله مفيش حاجه بالنسبه للسائح بتحصل. طب وليه الاقصر واسوان والغردقه وشرم الشيخ ليه ما يكونش حظر البلاد دي؟ احنا مش مصر. فعلاً حضرتك تفضلت وضميت المحافظتين للمحافظات المدرجة من الأساس في تشجيع السفر إليها في الفترة الجاية. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الأستاذ سيف العماري عضو الاتحاد العام للغرف السياحية. احتشد العديد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مقر البورصة المصرية، وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من أمام البورصة مراسل النيل أحمد عبد الحميد. أحمد، كيف يبدو المشهد لديك الآن؟ نعم، شهد الآن تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط البورصة وسط القاهرة بشارع الشريفين وسط حالة من الهدوء الحزن في تلك المنطقة تحسبا قدوم أنصار جماعة تنظيم الإخوان لحصار البورصة، كما أعلنت اعتراضا على التحفظ على أموال الجماعة وأسهم جماعة الإخوان بالبورصة. وأكد لي الآن مصدر مسؤول بالبورصة في تصريحات خاصة للنيل من مقر البورصة أن العمل مستمر خلال تعاملات اليوم بشكل طبيعي دون اي تاثر من دعوات انصار جماعه الاخوان المسلمين لحصار البورصه اليوم، بالاضافه الى ان هناك تعزيزات امنيه مكثفه داخل وخارج مبنى البورصه منذ ثوره 25 يناير فضلا عن كون زجاج مبنى البورصه مضاد للرصاص. وصرح لي المسؤول بالبورصه ان نحو 85% من اجمالي تعاملات السوق يوميا تتم الكترونيا دون الحاجه للتواجد التماصل داخل بعض التداول، وبالتالي لا يوجد اي تاثير على الاطلاق في اي وقت لحصار مبنى البورصه. نعم احمد، هل ما تحدث عنه يعني انه لا توجد اي تعزيزات امنيه لتامين مقر البورصه؟ لا بالعكس، توجد الان الخلاصه ان العمل داخل البورصه، احب ان اوضح ان الخلاصه ان العمل داخل البورصه يسير بشكل طبيعي افراد الامن امام بوابه البورصه، بالاضافه الى وجود تعزيزات امنيه من قبل قوات الجيش، حيث تم الدفع بعدد مدرعتين وعدد من افراد قوات الجيش تعمل على تامين محيط البورصه بشارع الشريفين. وحتى اللحظه لا يوجد اي تواجد من قبل عناصر جماعه تنظيم الاخوان في محيط مقر البورصة أو الشوارع الجانبية لها. وبالنسبة لشارع الشريفين كالبنوك كالبنك الأهلي وبنك القاهرة في شارع الشريفين والمحلات تسير فيها العمل بشكل طبيعي، ولا يوجد حتى الآن أي تواجد لتنظيم جماعة الإخوان في محيط مقر البورصة غير التعزيزات الأمنية التي قد ذكرتها لك من قبل قوات الجيش لحماية المنشآت في هذا المكان. نعم أحمد عبد الحميد مراسل النيل، شكرا جزيلا لك. صرح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض أن حالة الطوارئ ستنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 14 من نوفمبر، وأنه لا يمكن تجديدها من دون استفتاء شعبي طبقا للإعلان الدستوري. يأتي ذلك بينما أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم استعداد الأجهزة الأمنية لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة حظر التجوال لإحكام السيطرة على الأمن وبث الشعور بالثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين. وأضاف إبراهيم أن الأجهزة الأمنية اتخذت كل استعداداتها لتأمين البلاد خلال المظاهرات التي دعا إليها الإخوان المحظورة في 19 من نوفمبر الجاري.
تصدر اليوم محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوة القضائية التي تطالب بوقف حل جمعية الإخوان. جاء ذلك في أعقاب إصدار هيئة المفوضين لتقرير قانوني أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين والتي أشهرت في 19 من مارس الماضي. وأوضح التقرير أن حكومة هشام قنديل قيدت جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل والمقرر قانونا ولخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء ولحماية النظام وليس لتحقيق أهداف الدولة، حيث تم إشهار الجمعية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة دون اتباع الإجراءات القانونية الكاملة والمتطلبة. يزور اليوم فريق الدفاع عن رئيس المعزول داخل محبسه بسجن برج العرب بعد أن صرحت لهم أنيابته بزيارة مرسي. وأكد محمد الضماطي رئيس اللجنة القانونية متحدثا باسم هيئة الدفاع عن المقبوض عليهم أن النيابة العامة صرحت بزيارة وفد من المحامين وهم محمد سليم العوى ومحمد طسم ومحمد الضماطي وأسامة مرسي نجل رئيس المعزول. ينتقل اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جناح مدينة نصر إلى أكاديمية الشرطة لنظر تجديد حبس 27 متهما بينهم 13 من طلاب جامعة الأزهر في الأحداث التي شهدها المبنى الإداري للجامعة، حيث شهدت الأحداث قيام العشرات من الطلاب بمحاصرة المبنى واحتجاز عدد من الموظفين بداخله بينهم رئيس الجامعة الذي اضطر لاستدعاء الشرطة لإنقاذ الموظفين. وأسندت النيابة للمتهمين تهم التعدي على قوات الشرطة وإثارة الفوضى والشغب وتعطيل المرور وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. تنظر اليوم محكمة جناح الخنكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار علي مشهور ثاني جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة وثلاثة ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين الأربعة تهمتي القتل والإصابة الخطأ والإهمال بحق المجني عليهم، حيث إن سيارة الترحيلات لا تسع سوى لعدد 24 شخصا وأن سيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أكاديمية الشرطة أحمد مراد الصحفي بجريدة الجمهورية والمتخصص بالقضايا والمحاكمات. أستاذ أحمد، كيف تتابع ثاني جلسات محاكمة الأربعة ضباط المتهمين في وفاة 37 متهما بترحيلات أبو زعبل؟ بالفعل بدأت اليوم ثاني جلسات المحاكمة في الساعة 10:30 ولم تستمر سوى 5 دقائق. طلب خلالها دفاع المجني عليهم بخصوص منطقة الزيات حضور أهالي المجني عليهم الواقفين خارج الأكاديمية، وقرر المستشار رفع الجلسة لحين حضور الأهالي. هل حدد موعد لاستئناف هذه الجلسة من جديد؟ يعني أو مجرد بس دخول الأهالي القاعة يختار المستشار وتعتلي من هيئة المحكمة مصر العدالة وتنظر الجلسة. ما هو المنتظر صدوره خلال هذه الجلسة يعني، وكيف يبنى عليه من خلال الإجراءات القادمة المتوقعة من واقع متابعتك أو يعني ما تسمى لك من فرصة للتعرف على المزيد حول هذا الموضوع من المتواجدين بالقاعة؟ طلبات الدفاع دي اول حاجه النهارده المحكمه هتبدا تستمع بقى لطلبات المجني عليهم وطلبات الدفاع المتهمين، ويبداوا يشوفوا بقى تقرير الطب الشرعي هيطلبوه وشهود الاثبات. شكرا جزيلا لك متابعا من اكاديميه الشرطه الاستاذ احمد مراد الصحفي بجريده الجمهوريه. يلتقي الآن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى عددا من ممثلي هيئة النيابة الإدارية للاستماع إلى وجهة نظرهم في المواد الخاصة بالسلطة القضائية بالدستور الجديد والتي ما زال عليها الخلاف. كان المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي قد صرح بأن اللجنة أقرت ما يقارب نصف مواد الدستور الجديد، حيث تم الانتهاء من أكثر من 100 مادة من الدستور الذي يربو على 200 مادة بقليل. النظام شبه الرئاسية الملاذ الأخير للجدل الذي طال داخل لجنة الخمسين حول نظام الحكم الأنسب للبلاد، نظام ما أكدت اللجنة عدم انفراد أي رئيس للجمهورية عبره بالسلطات وحده، والتي يشاركه في بعضها وفق التعديلات الدستورية الجديدة رئيس مجلس الوزراء كوضع السياسة العامة للدولة. نعطي للبرلمان نفسه أن يرشح
رئيس الجمهورية من يرشح رئيس الوزراء من الأكثرية، ثم نعطي للبرلمان الحق مرة أخرى أن يصدق على هذا على الحكومة التي شكلها.